ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. يا ترى اخبار العروسه ايه؟ والله ما حصلش نصيب. احسن برضو علشان تفضلنا. ها اخبار الوزن ايه يا نادية؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. الضغط اخباره ايه؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. ممكن بقى نسمع صوت البيبي؟ ده انت تؤمر يا دكتور. تسمع بصحيح، تسمع قوي، تسمع خالص. وبعدين بقى احنا نبدا الحمد على طول كل مره كده. غصب عني يا دكتور لما حد يلمسني بس اخسخ. امسكي نفسك شويه بلاش فضايح. ايوه لا دقيقه واحده بس انا هسمع ثانيه واحده بس. ها ثانيه واحده امسكي نفسك. ها بصي فوق بصي فوق ثانيه واحده بصي فوق. عصبي يا دكتور مش عارفه امسك نفسي. ما عملناش حاجه كده. معلش يا دكتور اصل المدام نجمها خفيف شويه واي حد بيلمسها بتزخزخ. تبدا الى الله. مساء الخير. مساء الخير. من فضل حضرتك كان في حجز باسم سميحه سميح. ايه ده؟ هو حضرتك تقربي لبهيره بهير وسميره سمير بتوع الفيلم اياه؟ لا انا واحده من بنات العام. انا بحب الفيلم ده قوي قوي. انا كمان. مدام نهله حضرتك اللي هتعملي السونار؟ ايوه لحظه واحده. لسه بدري يا مدام مش هتقابليه دلوقتي لسه قدامه حالا. نرش على سبيل الاحتياط. على راحتك يا مدام. اتفضلي يا فندم. ميرسي شكرا. تحبي تشربي يا فندم؟ لو ممكن قهوه مظبوطه. بس القهوه يا فندم مضر على الجنين. جنين؟ ايوه. معلش مش مشكله. ميرسي. نجيب حاجه فريشه كده؟ اوكي ميرسي. تسلم ايدك يا دكتور. ان شاء الله حضرتك تمشي على الدواء ده. ده مرتين ده ثلاث مرات ودي حقنه مره في الاسبوع. لو حصل اي حاجه كلميني ولا بتعملي ايه؟ هو انت لسه ما بتبصليش وانا بكلمك؟ ميرسي جدا نورتينا يا فندم. نورت في عيادتك. وكمان بتتكسف. يا اختي عليك. باي باي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كملها معانا بالستر يا رب. البرفيوم ده مش غريب عليا. مدام سميحة سميحة يا دكتور. سميحة سميح مين؟ اتفضلي يا مدام. سميحة سميح. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. هاي يا دكتور. هاي يا عفة. لابسة جوتشي وحاطة جوتشي. شفت بقى ان انت لسه فاكر ريحة البرفيوم بتاعتي؟ عفة. ايه يعني؟ اهدي 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 شوية. اللي حصل في المستشفى مش هينفع يحصل هنا على جثتي. ده مكان اكل عيش. بصي يا حبيبي المرة اللي فاتت عرفت تجري مني وتهرب عشان انا كنت شاربة حبة صغيرة بس طبعا مش زيك لما كنت شارب كوبايات عندي. خلاص يا ماما خلاص وطي صوتك. لو انت جدعة بقى تعالي لي في اليوم ده. نفسي اعرف راح فين. هو ايه يا حبيبي؟ انا جيت لك الخميس. انا جيت لك الخميس ونمت الخميس وصحيت عندك يوم السبت. يوم الجمعه اللي هو بتولد ده راح فين؟ انا يا حبيبي
لقيتك عندي يوم الجمعة بالليل. ماشي، الجمعة الصبح كنت فين؟ أكيد يا حبيبي كنت بتقعد مع واحدة تانية. بقعد؟ ليه؟ وأنا عملت معاك إيه الجمعة بالليل؟ تبنى الى الله. ما بتعرفش تتوب انت. يا بنت تلم يا بنت، قفي بعد الشر عليك يا حبيبي. بص عليك يا عمر، كنت خدتني معاك اتفرج. اتفرجت. دماغي صداع هيفرتكها. فرتكها؟ حتى وانت مش في وعيك بتعك. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ناصر، ناصر بوعي ولا من غير وعي؟ ما هو كله مبسوس فيه، واخرته قفشه في ظهر الدماغ. تفتكروا انا كنت عملت ايه من المصايب دي كلها؟ اكيد ما جريتش ورا الستات بالفانيلا. يا نهار ابيض طبعا. لا يا دماغي. يا فانيلا. كفت بس يا بنت، بدل ما اقوم اعدلك اتلمي. مش عارف. الصبح اللي كنتش نمت على الرصيف؟ ولا كنتش فضلت اقلع هدومي وسط الناس؟ معقوله؟ شفت اهي اخره المشي مع زباين جهنم. انا قلت له بلاش الفرع، قال لي نجرب. ما هو كله من اول كاس يا مندوب ابليس. خلاص بقى عمر، مكبر دماغك، ما اللي حصل حصل. بس خلصنا. السفريه للبلد دي هتنسيك كل القرف اللي حصل. كل كل يا حبيبي، انت ما كانش حاجه خالص. حطي لي. طب اهو خراب. مش من هو يعني. بسم الله بسم الله. ألف مرحب ألف مرحب بريحة الغالية. نسيوا أهلهم وفاتوا أرضهم. كفاية تأنيب بقى، خلنا يا سلام. إيه خير؟ كل وقت ولو عدين. خلاص اكتفينا. إيه نعم؟ لا مفيش. صبحة بتسأل عليك ياما. صبحة، اللهم صل على النبي. صبحة وهي صبحة فريش كده. الله أكبر، قلب أبيض ووش طازة. أورجانيك يا أورجانيك. بتنجانة؟ اتفضل. اللهم صل على النبي. يا بنت خرطت البنات، خرطك يا بنت كده وبقيتي بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. طيب الله اكبر. اللهم صل على النبي. تعيشي يا قبل اكتفين. يا اخي على قبل اكتفينا. قمر يا اخي قمر. قومي يا صبحه، دواء الدكتور عمال ايد. قومي يا حبيبتي قومي. عمال ايد ده ايه؟ الفراخ والحمام والبطاطس. اديله بطاطس. جميله جميله من عيني. اللهم صل على النبي. اتفضل يا دكتور. يا دكتور شفت دكتور دي؟ حلوه قوي الدكتور دي. كبرتي يا سما وبقيت عروسه. هاي هاي. ردي عدل، ردي عدل. ايه؟ شيل البتاع ده من ودنك، شيل. انت عارف يا خال، طول ما احنا ماشيين وعمر عمال يقول وحشنا قوي بيت خالنا. يا سلام، ولا اكل صبحه وجمال. وحشني قوي قوي قوي. انا قلت كده؟ ايوه قلت كده. قلت انا قلت اكتر من كده يعني. قلت جامد. والبطاطس والكنافه والبقلاوه. مش قلت لك؟ قول يا حبيبي انا مش فاهم. بقول لك ايه؟
انا مش مطمن خالص الست اللي في النص دي خالص. ناوية تلبسك وتلبسك اسود. لا لن يحدث ذلك ابدا. افلح ان صدق. بتنيله واستكمل الاكل قبل ان يبرد. هيا بنا اذا. يا تحس كده ان الواحد فك وراح راح على الاخر. الجلابية دي الهوا هنا منعش منعش ريحته مختلفة والشمس حتى لسعتها دافية كده مش اللي بتحرق بتاعتنا دي. جنة بصحيح بس للأسف البني آدم اختار التفاحة وخرج من الجنة وانت كلها يوم ولا اتنين وهتزهق وتمشي. من ساعة ما حطيت رجلي انا وانا عندي احساس غريب اوي شبه الاحساس اللي جالي وانا في الحج. احساس رجعت بعديه مصر اني اتغير وعايز ابدا صفحة جديدة مع الدنيا. وانا مصدقك بجد والله. والله العظيم. بس انت عارف دي اول مره اقعد مع حد وبيبقى مصدق ان انا اتغيرت. والله العظيم انت حاسس ان انا اتغيرت. طب قولي والله. انا ليه حاسس ان انا اول مره اشوفك؟ عشان كان في زحمه قصاد عينيك خبلاك. انت عارفه القعده اللي قاعدينها دي ليه؟ عارف والله عارفه. انت خبيث بقى. لعلمك القعده دي عشان مشتري حته ارض ورا هنا. والله ناحيه شمال في يمين كده. بس انا قلقان يا كتفين. ليه بس يا خال قلقان من ايه؟ ده ربنا بيقبل التوبه. هنيجي احنا يا عباد ونقف قدام صاحبها وبعدين الحمد لله ربنا بعده عن كل شياطين الانس والجن مش كده ولا ايه يا عم حافظ؟ طبعا الحمد لله. واحنا بقى بصراحه نفسنا كده في واحده جميله زي صبحه تكمل بيها نص دينه. اللي يطلق ليلة دخلته ملوش امان يا بنتي. يا خال ما انا حكيت لك كل الظروف ومش يمكن ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا علشان تبقى صفحه من نصيبه واسمته. We'll be right back.
الساعه. لا مش الساعه، شربات على الناس. شربات انا ما بحبش الشربات. شربات يعني؟ لا ايوه انا عايز شربات. انت مش عارفه مصلحتك، بلاش شربات. ايوه بلاش شربات، نعيش شربات. اجلس يا سيدي. عايز اعرف مين الدكتور عمر النواوي. في ايه يا سعاده الباشا؟ دي فرح بنتي ولا جوز بنتي. ما تاخذنيش يا حاج، مين فيكم الدكتور عمر النواوي؟ اهو الدكتور عمر النواوي. اللي قال لك اهو اهو. حضرتك الدكتور عمر؟ ايوه ده الدكتور عمر النواوي. ما تزقيش، اتفضل معايا. انا دكتور عمر النواوي. خير على فين؟ معانا امر من النيابه بالقبض على الدكتور عمر. كلمة